اللي تتعلمه عشان داخلك، وهذه نصيحة لكل من يسمعني، هو القرآن. نصيحة، لأنه هو اللي يقربك لله، يخليك تسمع كلام الله، يخليك تتفاعل مع كلام الله، يخليك فعلا متكل اتكال عجيب مع وتكون راضي، تكون صابر. تقرأ في القرآن يا شيخ، كل ما جاك أزمة اقرأ في القرآن. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. شوف لاحظ بيمر عليك كل هذا ويختمها وبشر الصابرين. الصابرين منو؟ الصبر وشو؟ وش معنى الصبر يا شيخ؟ الصبر وش قيمة؟ وش معنى؟ تجد صعوبة في تعبير ترجمة الصبر للغة الإنجليزية؟ لا بس بقولها لك الآن باللغة العربية وأنت ستجد أنه سهل. صحيح. الصبر هو وشو؟ هو الرضا بترتيب الله لحياتك. بس أن ترضى بترتيب الله، عطاك الآن شيء من الخوف، عطاك شيء من الجوع، عطاك نقص من أموال، عطاك، لكن قال لك بشر الصابرين منهم الذي أصابتهم مصيبة قالوا إن الهرج. وش فيهم هذولا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك وش في نهايتها؟ هم مهتدون دولي يا شيخ. الله، يعني أنت تشوف لما الله سبحانه يرتب لك حياتك، الصبر هو الرضا بترتيب الله بس ببساطة. فمن السهل أنك ترجمه لأي